فتحوا علينا الايراني، فتحوا علينا من بنجليغ، فتحوا علينا الحدود كلها. واحنا هاي العلوه شوف عيونك، هاي هسه اعبرك خارج العراق. وين تريد؟ يا دوله ودي لك رقه ودي لك. هاي بعد العلوه. من هنا عندنا رقد الشهر 12 يلا خلص. وين نودي هسه السياره هاي بيش ب 40,000 50,000. شو اسدوا بالكيماوي؟ اسدوا بالبذور؟ اعطيني كروه للسايق؟ كروه السايق 40,000. وانت تجيب السياره تبيعها ب 40,000. زين انا لاحظت انه شنو بالله؟ منتجنا عمي هذا العراقي منتج حلو وجديد ونظيف، وبنفس الوقت من فضل الله السنة رزقنا يعني حلاء هم بالرقية وهم بالبطيخة ما شاء الله، وبضاعتنا العراقية يعني بالشارع مرغوبة يعرفوها، لا متأخرة برات، هي من الفلاح يعني ما تستغرق ساعات ونروح نبيعها، وخير من الله طلب عليها حلو وانتاجها هم حلو ان شاء الله، ولون وطعم وكل الامور ان شاء الله موجودة بيها.